الحوار بين المختلفين في الديانات أمر مطلوب، وهو مسلك نهجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما إن الرسالات السماوية كلها تدعو إلى السلام لأنها نابعة من مصدر واحد هو الله تعالى. هذا ما خلص إليه المشاركون في ندوة نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية حول موضوع الديانات السماوية حاملات رسالات السلام. الوجود ديننا للكلام عن أن السلام هو رسالة الديانات السماوية كلها، ورب سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لو أن كل الديانات الإبراهيمية والتي تشكل نصف سكان العالم استطاعت التعايش في سلام وتعاونت من أجل إحلال السلم في العالم، فإن لدينا حظوظا كبيرة في النجاح في ذلك. واستحضر المتدخلون في كلماتهم تجربة التعايش بين الديانات في المغرب على مر التاريخ، مبرزين في الوقت ذاته أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يدعو في خطاباته إلى التعايش والحوار. بالنسبة لنا فإن المغرب بلدنا، وكما قال جلالة المغفور له الحسن الثاني: فإن كل يهودي غادر المغرب يترك مكانه هنا، ولكنه حتما سيصبح سفيرا للمغرب حيثما حل. المهم في هذا اللقاء هو أن لا يبقى هذا الخطاب خطابا يعني في منحصرا في المدرجات، بل نرى أنه من المهم تنزيله إلى أرض الواقع. وبعدما أبرزوا حاجة الإنسانية جمعاء للمحبة والسلام لتجاوز الظروف العصيبة التي يعيشها العالم، خلص المشاركون إلى أن الديانات السماوية الثلاث حاملة لثقافة المحبة والسلام وصناعة السعادة وتكريس منطق الأخوة الإنسانية.